الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. فضيلة الأستاذ الدكتور شرق الإمام مفتي أهل المرية، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الطويلي وكيل الأزهر الشريف نائبا، عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب سيد الأزهر، معالي المستشار عمر مروان وزير العدل، المنصة الكريمة، السادة الوزراء والعلماء والمفتون الحضور الكريم. يشرفني أن أرحب بحضراتكم جميعا نيابة عن معالي الدكتور المهندس مصطفى المدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي شرفني بالإنابة عن سيادتي في افتتاح هذا المؤتمر، كما أنقل لحضراتكم فائدة سيادته لضيوف مصر الكرام وتمنياته لهم لطيب المقام وللمؤتمر بكل توفيق. وبعد، فإننا نفهم الدين على أنه فن صناعة الحياة والبناء لا الموت ولا الهدم، فكل ما يؤدي إلى البناء والتعمير وقوة الأوطان وصالح الإنسان هو من صميم مقاصد الأديان، فحيث تكون المصلحة المعتبرة فذلك شرع الله عز وجل، وكل ما يؤدي إلى الهدم أو القتل أو الإفساد في الأرض فلا علاقة له بالأديان ولا بالإنسانية أصلا. وكما نهى ديننا الحنيف عن قتل النفس والإفساد في الأرض، فإنه قد حث على العمل على كل ما يحفظ النفس الإنسانية ويحييها، حيث يقول سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. على أن القتل قد يكون قتلا مباشرا وقد يكون قتلا غير مباشر، فإمداد أو بيع الطعام الفاسد الذي قد يؤدي استخدامه إلى إزهاق النفس قتل للنفس، وإمداد أو بيع الدواء الفاسد الذي قد يؤدي إلى إزهاق النفس قتل للنفس. فإذا كان منتج أو بائع هذا الطعام أو ذاك الدواء عالما بأنه يؤدي إلى القتل فتناوله إنسان فمات فهو قاتل عمدا، وإذا كان لا يعلم أنه يؤدي إلى القتل لكنه يضر بصحة الإنسان فإنه آثم إثما عظيما لا محالة، والمال المكتسب من ذلك مال حرام. كما أن التجاوز في حق البيئة بإفسادها بما قد يؤدي إلى قتل الأنفس هو بمثابة قتل للنفس أيضا، مما يتطلب تغليظ العقوبات على كل هذه الجرائم في حق الإنسانية على مستوى القوانين الوطنية والدولية. أما الإحياء في الآية الكريمة فهو إحياء معنوي، يعني استنقاذ من الهلكة والضياع بالعمل على إبقاء حياة النفس الإنسانية على قيد الحياة، سواء بدفع الهلاك عنها أم بتوفير ما تحتاج إليه من طعام وغذاء أو علاج ودواء أو تعبيد للطرق وإقامة لشتى جوانب وشؤون العمارة. وفي ذلك حث على أن يقوم الإنسان بالإحياء للإماتة، إحياء للبشر والشجر والكون كله، بالحفاظ
على مقومات الحياة وإصلاح ما فسد أو أفسد منها. الإخوة في الحضور، إن صناعة الوعي، إن صناعة الوعي الصحية والوقوف لصد الطوفان، لصد الطوفان الفتاوى المتطرفة والشاذة والمدمرة الذي يتدفق ليل نهار عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يحتاج منا إلى بذل مزيد من الجهد والاجتهاد من أجل استنقاذ عقول شبابنا وعقول جماهير كثيرة من شبكة الإرهاب والتطرف الذي تكف جماعاته عن محاولة الإيقاع بشبابنا فيه. وما تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة للدول وهيئات الإفتاء في العالم، وما يمجزه مركز السلام لدول مركز السلام العالمي لدراسات التطرف، كل هذا يعد مشاركة وطنية في دعم مسيرة التنمية الشاملة والاستدامة التي تشهدها مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مصر ومن أجل العالم العربي بل والعالم كله، ومن أجل تحرير الفكر الإسلامي من البواسير الفكرية المعقدة التي خلفتها جهود هذه الجماعات المتطرفة عبر عشرات السنين، وكادت أن تنجح في صبغ الشخصية الإسلامية بهذا الفكر المتطرف المتدون الملتوي، وأن يصدروه للعالم كله كمشروع مخادع يبرز للعالم صورة الإسلام الذي ينادي بالخير والسلام ظاهرا، ثم تتوالى لندغاته السامة، هذا الفكر المتطرف تتوالى ندغاته السامة وضرباته العدائية الموجهة التي تعبر عن مشاعر وحقيقة هذا المشروع الذي لا يعدل من الإسلام إلا اسمه فقط. ودورنا كمؤسسات دينية أن نقوم بواجبنا، وأن نقوم بواجبنا بكل شجاعة، وأن نقف ضد هذا المشروع الذي يدمر الإنسان ويدمر التنمية ويسلك الإنسان سبيلا غير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وأوجده من أجله. هذا الهدف الذي أوجده الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان من أجله هو ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته، والذي يسوق كل ذلك إلى الإمرار وإلى أن تتهزم النفس الإنسانية، وأن تبنى من أجل تنمية الإنسان في كل زمان وفي كل مكان. ولا زالت الأمانة العامة لكل وهيئات الإفتاء في العالم تدعم ذلك الاتجاه التنموي في مصر وفي كافة بلدان أمتنا الإسلامية، وتقوم بما استؤمنت عليه من قيادة قادرة الإفتاء في العالم كله وإعادة الدور الإيجابي للفتوى في حياة المجتمعات وفي الشعوب. وفي الختام نتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته الكريمة لهذا المؤتمر، وإننا نرجو من الله سبحانه وتعالى له مزيدا من الصحة والعافية، وندعو الله أن يكرر جهودنا من خلال فعاليات ذلك المؤتمر للنجاح، وأن نستطيع أن نحقق تلك الأهداف.